هاي جايز، رجعنا لكم من جديد. كيفكم؟ ان شاء الله يا رب تكونوا بخير. اليوم راح يكون معنا وصفة كتير حلوة وراح تحبوها، راح تناسب كل الاعمار، الستات المدامات الكبار والصبايا الصغار، ان شاء الله راح تعجبكم. بس قبل ما نحكي بالوصفة، اذا كنتوا اول مرة عم تشوفوني ياريت تشتركوا معنا بالقناة وتفعلوا جرس التنبيهات ليوصلكم كل جديد وكل ماسكات وفيديوهاتنا. طبعا قناتنا مثل ما بتعرفوا، او اذا انتم جداد، قناتنا راح نحكي فيها عن الوصفات، راح نحكي ان شاء الله عن احدث موديلات فساتين الزفاف، فساتين الزهرة، واي موديلات او شغلات جديدة بالموضة او اي شيء بخص المرأة راح نحكي عنه بقناتنا. واذا عجبكم هذا الفيديو لا تنسوا تحطوا له لايك وتكتبوا لي بالتعليقات اذا جربتوا الوصفة كيف طلعت معكم او كيف شايفينها، واذا حابين اي وصفات تانية او اي شغلة نحكي فيها اكتبوا لي بالتعليقات وراح نحكي فيها ان شاء الله بالفيديوهات الجاية. نرجع لوصفتنا لليوم. اليوم وصفتنا كتير بسيطة وسهلة، هي من مكونين اثنين فقط اللي هم بياض البيض. هاليوم معنا بياض بيضة. طبعا مثل ما احنا عارفين انه بياض البيض بيعالج البثور والبقع اللي في الوجه الداكنة وبيضيق المسامات تاعت الوجه لحتى يبين وجهنا اجمل وبيقلل من الدهون اللي في الوجه خصوصا للبشرة الدهنية. طبعا ومثل ما احنا عارفين انه افضل شيء لشد الوجه ولتخفيف التجاعيد هو بياض البيض، وبيفتح طبعا البشرة وبيزيد من نضارتها وبيعطي ترطيب كتير حلو للبشرة، وكمان بيقلل من الحروق تاعت الشمس او اي ندب او الالوان غير مرغوب فيها في البشرة. فبياض البيض كتير كتير فعال معها. والمكون الثاني عندنا اللي هو النشا. طبعا النشا العادي اللي بنستخدمه بالاكل، يعني مش اشي اللي هو احنا متعودين عليه وبنستخدمه في الحلويات. طبعا احنا النشا عندنا مقشر ممتاز جدا للبشرة برضو بضيق المسام الواسعة وبنظف البشرة من الشوائب، بيعالج برضو التهابات الحبوب اللي بتكون في البشرة وبيساعد على ازالة الشعر من البشرة. عندنا برضو بينظف البشرة من السموم وبيفتح لون البشرة. لهيك مثل بياض البيض والنشا والاثنين بفتحوا البشرة والاثنين بخلصونا من اي الوان داكنة في البشرة، لهيك مع بعض رح يعطوا نتيجة كتير رائعة. هلأ رح نبدأ نعمل الماسك. الماسك سهل جدا، عندنا بياض بيضة ومعلقتين نشا. رح ناخد معلقتين نشا ونضيفهم على بياض البيض ونبدأ نخلطهم مع بعض لحد ما يصيروا متجانسين. لحتى يتجانس مع بعضه، بس هلأ هيك تجانس طبعا الخليط مع بعضه. راح نفرده على الوش. بعد ما نفرده، بس بدنا نلاحظ شغلة مهمة كتير، واحنا بنفرده على الوش ما نقربه من منطقة العين لانه المنطقة هاي كتير حساسة.
ما بتتحمل شد البياض البيض. طبعا احنا هنحطه، راح نستنى لحتى ينشف، راح نحس انه وجهنا كتير ناشف وجامد، وحتى ما بنقدر نحكي او نضحك وقت ما نكون حاطينه، وقت ما يبدأ يجف. بعدها بنغسله بمية باردة حتى نتخلص منه. طبعا لو كررنا هذا الخليط مرتين او ثلاثة راح نلاحظ انه في كتير تفتيح وفي شد للتجاعيد، وهذا مفيد جدا للسيدات اللي بعد الـ30 كمان، وممكن للصبايا حتى ما يطلع تجاعيد او يأخرها. وبعدين عنا لو كررنا مثل ما حكينا انه ان شاء الله راح تلاحظوا كتير فرق، وممكن مع التكرار نتخلص من شعر الوجه نهائيا. لهيك بنصحكم تعملوه، ان شاء الله راح يعجبكم وراح تبهركم النتائج باذن الله. وانا شخصيا يعني كتير كتير بحب استعمله. بنغسل بمية باردة حتى نسكر المسام المفتوحة بعدها الماسك، وراح نلاحظ كتير نتائج مذهلة على وجهنا، وراح نتخلص ان شاء الله من الشعر كمان اللي بالوجه، وبنستفيد برضو مثل ما حكينا الشغلات اللي بالاول اللي حكيت لكم اياها. وان شاء الله راح يعجبكم، ولا تنسوا اللايك وتكتبوا لي بالتعليقات شو النتيجة طلعت معكم، ونشوفكم ان شاء الله بوصفات جديدة. باي.